وللمزيد حول إجراءات وزارة الصحة يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار سعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة دكتور وليد مساء الخير وشكرا على حضوركم استديو مركز الاخبار للحديث عن اخر مستجدات فيروس كورونا. خلال المؤتمر الصحفي الاخير للفريق الوطني لمكافحه فيروس كورونا ومن خلال نشره اليوم تم الاعلان عن مركز الفحص لفيروس كورونا كوفيد 19 في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. كيف سيتم الاستفاده من المركز للتصدي لهذه الجائحه؟ اول شيء مساكم الله بالخير، شكراً على هذه الدعوة. اليوم احنا ندشن يعني مشروع جديد ودائماً في هناك يعني تميز بالنسبة بتميز بالنسبة لمملكة البحرين، احنا بدينا في وحدات المتنقلة، ان نروح للمواطنين ان نفحصهم لمنازلهم، اليوم نتكلم عن مركز متكامل. أشكر جميع عامة المساهمين فيه، بجميع عامة المعنيين في من حكومات عامة في الحكومة في وزارة في وزارة الصحة والوزارات عامة أخرى. ان هي وضعت مركز متكامل لوظيفه عامه جديده او مستحدثه بالنسبه حق مواجهه ومكافحه هذا المرض. المركز عامه الفكره منه أن يكون هناك في مركز متكامل في كل الوحدات المعنيه بالفحص. نعم. احنا اليوم اي شخص عامه مشتبه باصابته بالفيروس يمكن يروح الى مركز المحرق اللي موجود في كان مركز المسنين. نعم. الناس اللي في المطار في اشتباههم عامه كذلك يمكن يكون في خيمة مجهزه في, في في مطار يعني مملكه البحرين الناس اللي في المنازل كذلك اللي المخالطين يفحصون في اماكنهم فاحنا اليوم نسوي مركز وصار في هناك مركز في يعني تجهيز كامل وضعت باعلى المعايير الموجوده في من أربعة اقسام رئيسيه قسم رئيسي بالنسبه للتصنيف والاستقبال وبعدين في قسم للمرضى او الناس اللي مشتبهه باصابتهم هم المخالطين من دون اعراض نعم. مفصولين عن اللي بيو مشتبه فيهم اللي عندهم اعراض واللي عنده عامه اعراض كذلك في خدماتهم كلهم موجودين معاهم والقاعه الثالثه للقادمين من خارج البحرين ويحتاجون الفحص كذلك ووجودهم في هذا في هذا المركز. نعم اذا اذا هو مركز متكامل في جميع الاقسام والتخصصات من حجر او عزل او يعني تصنيف يتم على ضوء تصنيف الحالات وتوزيعها بحسب الحالات الموجوده. صحيح. نعم، دكتور ما هي اخر الاحصائيات لاعداد المتعافين من فيروس كورونا وما هي المستجدات مستجدات الارقام المسجله في وزاره الصحه حتى هذه اللحظه؟ والله يتكلم بالحمد لله بالاعداد اللي هي تبشر الحمد لله بالخير وهي تعافي 177 حاله لحد الان الحمد لله آه 13 منها اليوم تم تسجيل عامه او اللي تعافيها وهذه يدل على ايش كثر عامه الخدمات تقدم في البحرين يعني احنا نتكلم عن خدمات العلاجيه والاحترازيه ولكن خدمات العلاجيه اللي تقدم للمرضى هي على مستوى عالي جدا حتى بس لذكر المثال بان الدواء اللي الان تكلمون عنه في الصحافه وفي واعلنوا عنه في بعض الدول الهيدروكسي كلوركوين احنا نستخدمه من اول حاله قدمت لنا عامه للعلاج واستخدم لاكثر من حوالي يمكن 35 حاله او اكثر من من المحتاجين لها اللي هم عندهم بعض الاعراض او الناس اللي عندهم امراض مزمنه مصاحبه الى مرض فيروس الكورونا ف177 حاله متعافيه الحمد لله شيء يطمن الحالات القائمه اللي اليوم هي 210 حالات تم رصد 20 حاله لاشخاص قادمين من خارج البحرين و 21 حاله هي يعني لحالات قائمه مخالطه لحالات قائمه اخرى يعني ليست يعني ما نعرف مصدرها ولكن هي مخالطه كذلك لناس عندهم المرض او يعتبر لهم ايجابي. نعم فيمكن هذه هذه ارقام السجال حياتي. نعم بلا شك دكتور كيف تقيمون تفاعل المجتمع مع كافه الاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه لاحتواء فيروس كورونا احنا جدا فخورين بشعبنا في مملكه البحرين هناك مستوى ودراك عامه وفي وعي كبير بالنسبه لعامه الناس الموجودين في في مملكه البحرين نطمح عامه كذلك أن يكون فينا التزام اكثر بالنسبه للارشادات بالنسبه للتوجيهات اليوم نشوف بعض الاجراءات عن يوم عن يوم تتغير واحنا في البحرين عندنا يعني مقياس لذلك المقياس بان ما تكون ولا فينا خطه تعمل في مملكه البحرين الا بدرايه كامله عن الفحوصات اللي ممكن عامه تصير عندنا ما تقول والله انا شنو الاجراء اللي بسويه اليوم او بكره من من التزام عامه المواطنين يعتمد اعتماد كلي على عدد الحالات الموجودة عندي الإيجابية أو اللي هي الموجبة أو الحالات عامة المخالطة لها فأنا أولا فخور بالناس ووعيهم وإدراكهم وكذلك أشكر كافة المواطنين اليوم تكلم عن ثلاثين ألف متطوع نعم. هذه بادرة بصراحة في وقت قصير جدا يبين معدن البحرين الموجودين والناس كثر ودهم أنهم يتواصلون عامة مع مع الجهات عامة الرسمية لتقديم الخدمات وإن شاء الله وزارة الصحة بتقوم كذلك بالاتصال بمجموعة بحسب تخصصاتها نشوف اليوم مشهد جميل جدا دفاع المدني في وزارة الداخلية بدأ نهوى هو يدرب الدفع الأولى المتطوعين في الأعمال الميدانية لمكافحة فيروس الكورونا وهذا شيء يشكرون عليه كجهة كوزارة الداخلية وإلى استجابة المواطنين وأشكر كافة الجهود كثير من الناس ودهم أنه هو يصير هناك توعية ودهم أن يكون في شراح كثير من المجتمع سواء جمعيات او غيره، فعلا ان احنا نحس بهذا الوعي، بهذا الالتزام عامه، وندعوهم كذلك الى الالتزام اكثر وأن يكون في يعني تفاعل اكبر مع اي توجيه موجود او ارشادات نقدمها على مستوى مكافحه فيروس الكورونا. نعم هذا الوعي وهذا الالتزام من قبل المواطنين مبعث فخر واعتزاز، وبلا شك دكتور وليد وجودكم في الفريق الوطني لمكافحه فيروس كورونا ووجودكم في الخط الاول للتصدي لهذا الفيروس ننقل لكم شكر وتقدير جميع فئات مجتمع البحرين وشعب مملكه البحرين دكتور وليد المانع كنت معنا ضيفا كريما في استوديو مركز الاخبار شكرا جزيلا لك شكرا